مثلا رحنا لأبها في تجربة سويتها مع عيالي أنا ما شاء الله. إيه الله يجزاه خير سعيد بالروزة، عنده مزرعة بسيطة وجميلة ومرتبة يا أبو عبد الرحمن ما شاء الله. كل سنة أنا أسويها معه تحت شجرة كبيرة يحطنا لنا عريكة أكلات الجنوب ما شاء الله ما شاء الله. أحلى أكل أكلات الجنوب ما شاء الله عليك يعني لا أحد يقول الحين لا وأكلات الرياض والقصيم كلها زينة بس أنا عندي عاد الجنوب شيء أكلات القصيم عاد أنا زوجتي من القصيم تورطني الحين أنا أمي أنت من القصيم أمي الله يرحمها إيه لا تطلع العنصرية أبو عاد أبو عبد الله أقول رحنا معي أختي ما شاء الله ولد أختي وأخوي وعيالي بنات والأولاد الله يا أبو محمد عاد حطنا فرشتين الله يجزاه خير الله يجزاه خير سعيد بالروزة الله يجزاه خير في مزرعته الله يجزاه وحافظتين عريكة ما شاء الله والحيمات مقلقلة ما شاء الله وذاكل خبز التنور والله والله العظيم نمشي اوه عليبات عسل نمشي تعرف ايش قال لي ما شاء الله قال لي ترى العريكة البر هذا من مزرعتي ما شاء الله والسمن من الغنم عندي والعسل الله. من المناحل عندي والله العظيم عندما نعرف الله يبارك له شفت شلون الله يبارك له يقول ما في شيء من برا كانت جلسة بسيطة مع صوت الطيور على الصباح ما شاء الله. أختي ولد أختي أول مرة يذوقون عريكة في حياتهم ما شاء الله حتى أختي كانت متحرجة ما تبغى تأكل أي شيء ما تعرفه أعجبهم العريكة والله عدت ولد أختي قال وش تلسيني وش تلأكل ذي صراحة كانت جلسة ما تنسى بساطة وتشوف الغنم تمشي حولك ترى ذي إحنا فقدناها في الرياض ما شاء الله ولا لا أبو محمد فقدناها الجلسات في الريفية هذه لازم الأب أيضا يروح لأماكن مثل هذه الريفية وعبد الرحمن تعال عندنا في جاجة تجلس في الجلسات في عريكة أقول في عريكة لا ما بحنا عريكة كبسة ولا مرق كبسة ولا مرق لا أنا مرق أنا موقف الرز من جيت من الرحلة أنا ما لا رز ولا خبز من زمان لا رز ولا خبز راح أحاول يعني اكل يمكن شيء بسيط لو تشوفني اخذ الحمص بالخيار ما تاكل اغطي الحمص بالخيار في البيت ياكلون رز انا دجاج بالحالي دجاج ولا مرقه ولا شيء عشاء الغالب ما اتعشى او اتعشى شيء خفيف ما شاء الله يعني احاول ابعد عن الرز والخبز الجلسات الريفيه لها اثر كبير على الابناء اللي ما يعرفون هالاشياء نعم لا شك الجلسات الريفيه في المزارع حلوه احنا في الرياض الحمد لله عندنا مناطق ريفية كثيرة حلو عندنا العمارية وعندنا العيينة وعندنا الزرينة وعندنا حريمنا وعندنا قريب ملهم وعندنا شوي مدوا شوي نروح للقصب مدوا شوي نروح للسدير ونمد منا بعد نروح ضرمة والمزحمية وشقرة يعني والخرج جنوب لا تنسى الحوض تراها 100 كيلو مين صحيح يعني انا اشكر الحكومه صراحه وهي الترفيه اللي قامت تجدد هالاشياء الريفيه القديمه تقول نعم ايضا في الرياض مناطق ريفيه وادي حنيفه فيها مطعم المزرعه في وادي حنيفه يعني فيها محلات زينه لا بس انا اقصد هذه ريفيه بحت لسه ما جهه ترميم مزرعه على غنم على بيوت طين نعم صراحة أبداً والله متعة احنا عندنا في جلاجل في مزرعة الجدان ايه اذا جاء غدنا وبعدنا نقول لهم قصة جدي ابراهيم ترى راح للشام 8 سنين ما شاء الله صحيح ورجع ما يزرعنا في الشام ما عطيه حلقة كاملة بعذرك حمر رجل يا بغى يزرعنا في الشام خد شامية طيب لا والله ما خد شامية جيد وفي وفي لزوجته عاد الأشوام ما في مثلهم اللي بياخذ مثلهم قاعد 8 سنين معهم في الغوطة عاد الأشوام فرصة صراحة في الغوطة ترى الأشوام ترى الأشوام الأصل أنا نبت في الشام عشرات المرات وأعرف قلب الشام يسمونهم الشاغور أعرف سوريا أنا ترى حافظها شبر شبر خاصة دمشق والشام والميدان وغيرها تراهم من أطيب الناس وأكرم الناس والله شف السوريين وخاصة الأشوام وكلهم إن شاء الله بهم غير تراهم من أكرم الناس والله أنا سكنت عند عائلة كانت ساكن مع العائلة محمد ترى أنا اجتماعي بزيادة عن اللزوم ساكن مع العائلة أهلهم فيهم صغارهم ساكن معهم أنا أم سعيد الله يجزاها بالجنة وأبو سعيد الله يجزاهم بالجنة ذاك اليوم كنت أكوي شماغي أبو عبد الرحمن وجت الأم قالت يا حيف الشوم أبو راشد عم يكوي ملابسوي وينك يا عناس وينك تطق عيالها ليش تخلوني أكوي الشيخ والله العظيم ليش تخلوني انا اشتاخت وما تكوين انت عندنا هنا معزز مكرم ما شاء الله ترى السوريين فيهم كرم غير طبيعي انا عاشرتهم سنين والله والله عاشرتهم سنين
الكرم والأخلاق والتعامل الطيب، وخاصة الأشوام الأصل ذولي فيهم الكرم والطيبة. طيب هذا ذكرتني يعني. أيوة أهلين أبو أهلين. أبو عبد الله، أول أنت المقام هذا يعني أبلغ سلامي لأم خالد. نعم. أمي من الرضاعة. أوه. من بيت من بيت الميدان، بيت السحلول الله يحفظها. السلام يا وهي ساكنة في الخرج. يا سلام. زوجة خالي. الله يجزاها بالجنة. والله ما شاء الله يعني أم وفية. يا سلام. الله يرحم ميمتي، وهي ما شاء الله والله مكلمتنا علي، تخيل هي مكلمة علي في رمضان. يعني من تقصيري والله. أهل الشام كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ثناءهم إلى الله عز وجل، إذا فسد أهل الشام فليس فيكم خير. الشام ما شاء الله، فالشام كله خير بركة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها خير بركة. وترى دكتور من أقصاها وغربها كل فترة نمدح ديرة، مو معناته أن مدحنا سوريا أن نذم الباقي. لا يفهمونا لا غلط يعني. احنا فترة مدحنا تونس، فترة مدحنا المغرب، مدحنا الإمارات، الكويت، يعني النوع حتى مناطق المملكه، مره الجنوب، يوم جيت من العلا وش سويت في العلا يا ابو محمد؟ ايش قلت عن العلا ذاك اليوم؟ خليت شيء، خليت نمشي غصب. خليت ابو محمد راح من بكره فجاه كذا قال بمشي للعلا. فهو يزين الحب، انا اكره الكراهيه، احب الحب يا شيخنا ابو عبد الرحمن. لازم نجي جلاجل، انا شوقتي لجلاجل. الله يحييك، المدينه الصحيه صحيح الرابعه على مستوى العالم. في مزرعه لكم يا ابو عبد الرحمن لو اخذ عيالي راح اكشت انا وياكم فيها. في مزرعه سلام يدبر ايام الاسبوع، ما في احد ابد لحالك، ما في احد. صحيح مرتب فيها بيت ومرتب. لا البيت ما فيها بيت، ايه فيها مجلس ومطبخ صغير هذه النومه ودوره مياه. سلام يا سلام، هذه العيال بنوها وهم عاجلين يعني يجلسون فيها. الله يبارك فيكم، لان المزرعه كان اخوي يشرف عليها، واخوي عنده فله وبيت في جلاجل في ما شاء الله، ولكن كبر شوي وقال ومرض، قال لي خلاص انا ما عاد ابي المزرعه، جدا تبونها خذوها ولا لا تموت. فيها ماء حلو؟ اي فيها ماء، يقول فيها ماء. كم مساحتها تقريبا يا ابو عبد الرحمن؟ سم كم مساحتها؟ مساحتها فيها حوالي 300 خلا. ما شاء الله تبارك، مزرعه جدا قديمه. طيب ليش ما تهتمون فيها اهتمام كبير؟ عاد الولد عبد الرحمن الله يخليه ويصلحه ويجزاه خير تبرع انه يشرف عليها ويزينها، جابوها عامل صار يشرف عليها ويزينها يلاحظها ويلاحظها، ويروحون خميس يروحون جمعه يشوفون. واخوي احمد جزاه الله خير خذ النخال الثاني اللي جنب الديره ما شاء الله صار يشرف عليه. كم تبعد بالضبط جلاجل من الرياض؟ تقريبا تبي لها ساعه وربع، ساعه ونص. قريبه اي قريبه، ما انا بعد ترى يا اخوي احيانا اروح بس حي الرمال هنا يا اخوي اخذ لي ساعه ونص من الزحمه. فاذا طلعت بس من الديره على خط القصيم؟ على خط القصيم المفروض يجيك جلاجل. اقول انا يمكن الخميس هذا واللي بعده ما ادري بروح القصيم، ابى مره اشوفها. ويمكن يروحون العيال يوم الجمعه. اي لا مو بهذه، يمكن اللي بعده، ولا بعطيك خبر قبلها، ابى مره امر الكرام اشوف فيها زعفران يزرعوه في زرعوه سلمان. زرعوه سلمان ايه زعفران، زرعوه الزعفران ونبت في جلاجل. نعم يا سلام، لا ارض طيبه والله، واهلها طيبين اهل جلاجل طيبين ما شاء الله والله ونعم. طبعا هي تتمتع بجو صحي يا سلام ونظافه، حتى ان منظمه الصحه العالميه جاءت وسوت اختبارات وكذا واعطتها، وهي تفوز كل سنة يسوون عليها اختبارات وتأخذ المركز الرابع على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى المملكة. ما شاء الله ما شاء الله، بناحية البيئة صحة سلام. البيئة يا سلام يا سلام. أبو محمد عندكم مزرعة في القصاب؟ عندنا يا سلام يا سلام، عندنا البيت وعندنا المزرعة والحمد لله. يعني جاهز لو راح أكشت فيها أنا هنا وأنا والأهل؟ أكشت ونعطيك ندور لك ملح شوي. ملح كيس ولا حصات ولا يكفي وجودك انت الملح والبركه يا ابو محمد. الملح والتمر وكلها موجوده في القصاب وفي ما شاء الله. المزرعه لكم ولا ارث ولا ها؟ في مزرعه لاخواني ما شاء الله. في احد من اخوانك هناك الان موجودين؟ لا الحين ممكن ما في احد، لكن المكان موجود. ما فكرت تنتقل هناك ولا ما انا ان شاء الله فكر. ها الله ييسر. امين امين. ما في البلد الحنين لمسقط الرأس والحبها، وما في إنسان الظاهر ينكر هذا ولا يكون الرابط اللي هو في الأعياد في السلام. أنت لك جذور، جذورك تمر تسلم عليهم، تمر سلام عليك. كذلك من أساليب الدعوة، إذا منك قابلت رجل ودعوته للإسلام ودعيته لصلاح ودعيته لي، فإذا أخذت هاتف يمكن ينتهي الهاتف هذا ويضيعه
يغير الرقم هذا. لكن اسأله من أي البلاد أنت فيقول أنا من القصب. طيب من القصب من المكان الفلاني خلاص أخذت الرقم، يعني بكرة لو ضيعت رفيدك هذا ترجع له للبلد تقول فيه فلان ابن فلان من أهل القصب، يقول ليه معروف تعرفونه موجود حي ميت رقمه، بيقولوا لك رقمه عند فلان ولا فلان، فتصل إلى فلان بسهولة. هذه من أساليب الدعوة اللي كان الشيخ أحمد دمديدات رحمه الله كان يوصي بها. إذا قابلت شخص وألقيت في 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 قلبه شك في عقيدته أو في دينه فخذ رقمه وتواصل معه حتى لو بعد سنة أو سنتين. كذلك من البلد لا أحد ينكر بلده ولا أحد ينكر انتماءه، من أنكر انتماءه فهو مشكوك في 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 عقله أو في أنت. أنا من أهل القصب وبلدي القصب والملح يمشي في شراييني وفي دمي. هات شي بجيب لنا الضغط من الملح. لا ما شاء الله. سلام. تصدق أنا تعرف أمنيتي عندي مزرعة في الحوطة. أمنية والله أني أخذ لي مزرعة ولا استراحة في الحوطة وأروح وأجي. بس يا أخي أغلب أقاربنا 99.99 كلها في الرياض. خليك أنت لك. والله إني أفكر فيها بقوة. أفكر فيها بقوة إني أروح الحوطة. تدري بس يوم مرينا العام الماضي أنا وزوجتي واثنين من عيالي جايين من أبها، معي القصمنجية معي ماخذها أنا زين معي اثنين من عيالي، وأنا بالطريق قلت بمركم الحوطة. يا رجال إني مار بهم مكة من فرحتهم، أول مرة يشوفوا الحوطة فرحانين. حرام عليك. أنت حرام وأنا عليك. إيه عاد وديتهم عقب مهرجان الحريق إيه. وديتهم مرتين مهرجان الحريق إيه. أنبسطهم شافوا الحوطة والحريق، وزرنا الله يجزاه خير الشيخ إبراهيم الله يوفقه. آه. الخميس. الخميس. والله. يا أخي أحرجنا والله حطنا ذبيحتين. والله ضيفنا ضيافة يقول ما تتوقعش فرحتي، حتى عياله والله عند الباب ينتظرونا. وبنيته صغيرة الله يصلحها فرحاني. أقصد إن يعني لا شك الواحد إلى مسقط رأسه مثل ما ذكر أبو محمد. لا حنين لا حنين. مسقط رأسك الرياض. الرياض لا الحوطة. أنت. إيه الحوطة. آه. بس ماني مولود في الحوطة أنا. إيه. أبوي مولود في الحوطة بس خلاص إحنا نعتبر. أبي أنت بس خلاص وش الرياض. لا بس من يوم. أنت من أهل الرياض. أنا من الرياض. أقول. مسقط الرأس. أقول من الرياض بس أحب الحوطة. مسقط الرأس شيء والانتماء شيء للأصل. صحيح. يبقى عندك بس هو من أهل